يا تادا تسكن الجماعة إمن تانوت إقليم شيشاوة على تنظيم موسم السيدة علي وإسحاق من كل سنة من شهر أكتوبر، وهو مناسبة تاريخية بالمنطقة تترسخ جذورها في ذاكرة الساكنة، وتعتبر رحبة الماشية على اختلافها والتي تنعقد في اليوم الأول من أكبر مجالات بيع البهائم بالمنطقة. الاستعبادات تكون على قدم وساق، فالحرفيون والمهنيون والتجار على اختلافهم يعرضون منتجاتهم من البضائع والسلع. موسم سيدي علي وإسحاق يشكل حدثا يكتسي طابعا اقتصاديا محضا بحكم النشاط التجاري المهم الذي يواكبه. تظاهرة تعتبر فضاء للإشعاع الاقتصادي والثقافي، حركية في جل الأنشطة التجارية المتواجدة. إقبال كبير للزوار من كافة المناطق المجاورة وكذا من بعض المدن المغربية، مما يشكل رواجا سياحيا بالمنطقة. زخرفة الطين من الصناعة التقليدية التي أبدعت فيها يد الصانع المحلي من الجماعات المجاورة. كما يعرف الموسم تظاهرة ثراثية فنية للطوريدة، تقدم خلالها الفرق المشاركة عروضها في عرس فني بهيج، يستمتع خلالها الزوار بالفرجة لهذا الفن المغربي الأصيل. وعلى فقراتها تختتم أيام موسم السيدي علي وإسحاق.